المدينة التي نامت على احتجاجات ومطالبات بعودة الكهرباء استيقظت على وقع فجأة كبيرة. رعى أهالي خور مكسر بعدن صباحا إلى حيث توجد عشرات الجثث لمن وقفوا في طوابير منتظرين الالتحاق بصفوف التجنيد، فكان الإرهاب في انتظارهم، حيث سقط العشرات منهم بين قتيل وجريح. ووفقا لشهود عيان، فقد انتس انتحاري يحمل حزاما ناسفا بين طالبي التجنيد الذين قدموا مع ساعات الصباح الأولى من مناطق مختلفة داخل المدينة، حريصين على أن يصبحوا جنودا للمستقبل. وتضاربت الروايات حول الطريقة التي نفذت بها العملية، لكنها مع تباينها تقترب من ذات الطريقة التي سلكها منفذو العمليات السابقة، والتي استهدفت أيضا طالبي تجنيد في المكلا مؤخرا وقبلهم في عدن. ففي الوقت الذي ما تزال فيه جثث عدد من ضحايا تفجيرات المكلا في ثلاجة المشافي، أتت تفجيرة خور مكسر طارحة معها العديد من الأسئلة الكبيرة بحجم المأساة عن إمعان التنظيمات الإرهابية في تنفيذ هجماتها في المناطق المحررة وبتوقيتة متقاربة، بحيث لا تدع مجالا للكشف عن تفاصيل جريمة حتى يحل ما هو أكبر منها. وفي ذلك حسب محللين رغبة جامحة في خلط الأوراق وفي إيصال رسائل محلية ودولية من شأنها هز الثقة بالسلطة الشرعية وبمن يقف في صفها.